ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة شديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة شديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. دم الفادي طهر قلبك، بصليبه هيغفر لك ذنبك، ده اللي بموته اداك أبدية، اطمن ده يسوع بيحبك. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. مرحبا بكم احبائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صفحه جديده. بصلي من كل قلبي ان تكون هذه الحلقه سبب بركه لكل مشاهد ومشاهده، واصلي انه الهدف الاسمى من هذا البرنامج طبعا هو مجد الرب اولا، ثانيا ان انا وانت ايا كان حالنا، حتى لو احنا خدام كل يوم محتاجين ان نتغير عن شكلنا بتجديد اذهاننا، ونكون كل يوم بنبدا صفحه جديده مع الرب، صفحة كلها تكريس، كلها خدمة، ولا سيما هذه الحلقة اللي بعنوانها أنا ذا أرسلني. صلينا وبنصلي أن يكون لسان حال كل مشاهد ومشاهدة أنا ذا أرسلني سعيد على الآخر، سعيد آخر حاجة، علشان عندي ضيف يعني من أغلى الضيوف على قلبي، أخويا غسان جرجيس. اقول من المانيا ولا من سوريا ولا ايه؟ تقول ايه انت تحب تشوفه؟ اكيد من سوريا. من سوريا، من الملكية صح؟ من الملكية، ولكن عايش في المانيا. عايش من 25 سنة في المانيا. طيب احنا بنرحب باخويا غسان والاخوة العازفين الجمال اللي جوم وتعبوا معانا، ورب هيدونا ترانيم وهيدينا تأملات عظيمة جدا جدا. هنبدأ برنامجنا بترنيمة روعة مع أخونا غسان. غسان ضيف متكلم وكمان مرنم رائع جدا جدا، والأروع أنه ملك الرب وخادم أمين زي ما نسمع، مرسل فعلا للمسيح في أماكن كثيرة في العالم. خلينا نبدأ بترنيمة غسان. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أتهلل يوم تناديني، أنت القدوس وتهديني. أرتاد ضفافك ترويني، فيض من يحييني، فيض من روحك يحييني. وبجودك تنهال النعم، وتسافر عن أفق الظلم. وبجودك تنهال النعم، وتسافر عن أفق الظلم. في الأرجاء
احنا بالطهر العابق هيا جدد فينا الفرحة والفحنا بالطهر العابق ان تحجب شمسك لم يبقى في الدنيا ينبوع دافق انا ان انكرتك لن يبقى في عيني نور بارق ان تحجب وجهك لن يبقى في الدنيا ينبوع دافق انا ان انكرتك لن يبقى في عيني نور بارق من دون شعاع مواهبك ما جدواه قلبي الخافق من دون شعاع مواهبك ما جدواه قلبي الخافق فاسكب من روحك كي تلقى روحي فيك الحب الصادق أتهل يحييني فيض من روحك يحييني أمين 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 أجواء رائعة تذكر يا أخي غسان الأب الفاضل القسيس غسان خلف كان دايما يطلب منكم الترنيمة دي أيوة. وأتذكره قبل ما يوصل السماء وهو بيسمعها كان يعني فاكرها طبعا القسيس غسان خلف هو لبناني لكن كان بيلف العالم يخدم بالرب يسوع اتذكر وهو بيسمعكم بترنموها دايما الدموع تنزل من عينيه وسالته كتير اشمعنى الترنيمه دي اتهلل يوم تناديني كان بيقول لي فيها تاثير على حياتي ووصل طبعا عند الرب احبائي المشاهدين هنسمع خدمه كرازية منبرية لكارز مبارك لما بقول شاب ما بعد الهوى بيقولوا لي يعني على طول تقول ما عندكش غير الكارز الشاب طبعا شرف لي انه الشباب يعني انا قاصد اولا هو دخل واحنا موجودين في البرنامج علشان نقول انه دي مش مسجلة وده هدف البرنامج انه صفحة جديدة في اجيال من الشباب الكارزين اللي بيكرزوا على المنبر وكرزوا بكل طرق الكرازة فأنا بشكر رب جدا لأجل أخويا بشوي الكارز الشاب الرائع هنسمع منه كلمة كرازية عن موضوعنا النهاردة بشوي نظمي فعلا متقد بمحبة الرب وبصلي أنه تصلي لأجل ابنك وبنتك وكل العيلة
أن يكون في شباب مكرس للرب زي بشوي. أهلا بك يا أخوي بشوي. أهلا بك يا دكتور، وأهلا بأخونا الأخ غساه. احنا فرحان بشكل خاص أن أكون معاكم النهاردة، وعنوان الحلقة الحلو ها أنا زائر سني. بس بصراحة وأنت بتقول الشاب فأنت شباب أكتر، يعني نشكر الرب لأجلك يا دكتور. تكون احنا شباب فاحنا فرحانين بوجودك في حياتنا، بركة لينا بشكل حقيقي، مش مجاملة لكن ده حق. ورب يباركك ويحفظك دايما مبارك، ومشجع للشباب وأبو الشباب. شكرا، يحفظك الرب يا دكتور. عنوان الحلقة النهاردة وانت بتتابعنا في برنامج صفحة جديدة، عنوان جميل ها أنا ذا ارسلني. والجزء اللي جات فيه الآية الحلوة دي موجود في أشعياء 6، مش كده؟ خلينا أقرأ معاكم بعض الآيات من أشعياء 6. قول كده: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع، وأزياله تملأ الهيكل، الصرافيم واقفون فوقه، ولكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقب من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا ارسلني. ده عنوان الحلقة النهاردة، ها أنا ذا ارسلني. وانت بتسمع الجزء الحلو ده يبدأ الإصحاح الحلو بتاع الإرسالية، بيقول في سنة وفاة عزية الملك. تخيل لو بتسمع خبر ووفاة حد، واللي بيقول الخبر ده أشعية، النبي أشعية. وبعض المفسرين قالوا ان هو كان قريبه، ابن عمه او عمه، ايا كان صلة القرابة. ففي حياة أشعية عزية الملك، وفي اليوم ده فقد في أشعية عزية الملك، او التوقيت او الدورة الزمنية او الحقبة الزمنية ايا كان، بس في التوقيت الصعب ده في حاجة فقدت في حياة أشعياء النبي. طب يا ترى مين عزية؟ عزية ملك حلو، يقول عنه كتاب في أخبار الأيام الثاني صح 26 أنه طلب الرب في أيام زكريا الفاهم. ففي حياته كان في واحد اسمه زكريا فاهم، بس بعد شوية يقول الكتاب لما تشدد قلبه ترك الرب للأسف. في حياتنا يمكن في بعض الأمور تعطلنا عن التغيير، تعطلنا عن إحنا نشوف الرب. عمل إيه عزية في حياته؟ زكريا، طول ما زكريا موجود الفاهم الرائع الشخص الرائع هو ماشي كويس مع الرب. بس للأسف لأن ما فيش أعماق في حياته ولا في جذور في حياته، إيه اللي حصل؟ إنه لما مات زكريا قلبه ارتفع، أصبح عنده كبرياء. عمل إيه؟ تخيل، هو ملك والملك ملوش دعوة بالهيكل، كان بس يصلي والكاهن يقيم الصلوات والعبادة. دخل الهيكل وحب يدخل ويقدم هو الذبيحة، طبعا شر. والرب لأنه قدوس فأجرة الخطية موت. الرب لا يتهاون مع الخطية، الرب لا يجادل في موضوع قداسته، ما بيتنزلش عنه، أو محب بس قدوس. فللأسف حصل حاجة غريبة جدا، الملك العظيم ده أصيب بالبرز في جبهته. إيه ده؟ إيه ده اللي حصل؟ في كبرياء في حياتك يا عزية، في أمور دفينة يمكن من بره شكلها رائع بس من جوه في حياتك كبرياء. والكبرياء على فكرة ما بيغيركش، والكبرياء بيمنعك عن تشوف الرب. وأشعية في التوقيت ده مرتبط بمين؟ مرتبط بعزية. طب إيه العلاقة اللي عايز أقولها؟ في سنة وفاة عزية الملك راح أشعية شاف الرب. شاف الرب في أي منظر؟ في الرب العظيم. كأنه الرب عايز يقول لأشعية: يا أشعية، طول ما أنت عينك على عزية، طول ما أنت عينك مرتبط وعلاقاتك مرتبطة بعزية الملك، خلي بالك مش تعرف تتقابل معايا، مش تعرف تشوفني. وانت بتسمعني النهاردة وانت وبتشاهد الحلقة دي، يمكن موجود بتصلي بترنم بتحضر كنيسة بس ما عندكش مقابلة حقيقية شخصية مع الرب. لا، عايز الحاجة أصعب. ده أشعية 5 إصحاحات بيقول للناس ويل لكم، عمال يتكلم على حياة الناس. بس في اليوم اللي تقابل فيه مع الرب، اسمع من فضلك وركز معايا، اليوم اللي تقابل فيه مع الرب هو نفس اليوم اللي شاف نفسه. هو أول خطأ قال: ويل لي لأني هلكت، أنا نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. وانت بتسمعني النهاردة، جون ويسلي وتشارلز ويسلي وهم رايحين من انجلترا لأمريكا عشان يبشروا الناس،
وهم على السفينة بتاعتهم حصلت عاصفة رهيبة وخايفين جدا ومرعوبين ورايحين مباشرين. تخيل انت خادم وعلى سفينة او على طيارة ومع مطبات الهواء في الطيران او الامواج الشديدة، وابتدى جون ويسلي مرعوب وخايف. على نفس السفينة في جماعة اللي هم المورفينز او مورفينز اللي هم اصلا من المانيا، وجماعة دول قاعدين يرنموا ويسبحوا وفرحانين جدا. فجون ويسلي اتخض، قال ايه ده، ايه الموضوع؟ فكلموه عن خلاص نفسه وكلموه عن الرب. بعد ما راح قعد يخدم في امريكا لمدة سنة، رجع وقال كده العبارة دي، قال: ذهبت ابحث عن الخطاة والضالين ولم اكن اعرف ان اول الخطاة انا واحتاج الى خلاص نفسي. يمكن زي اشعياء بتدور بتقول بتخدم، تقول انا بحضر الكنيسة، انا فكرة حلو، انا بحب الكنيسة رائع، بس هل اتقابلت مع الرب؟ هل شفت السيد؟ هل تقدر تقول اليوم الفلاني يوم انا اتغيرت فيه، شفت خطيتي؟ على فكره التغيير يبدا مش لما تشاور على الناس، ويقول دايما لما بتشاور على حد بصباعه في ثلاث صوابع بيشاوروا عليك. بولس لما حب يحكي عن الخطيه والخطاه وحط يحط ترتيب، قال الخطاه الذين اولهم انا ايوه انا. بولس انت فين في الخطاه؟ رقم واحد. طب والقديسين والخدام؟ أصغر الكل وآخر الكل. إيه ده؟ كأنه للسقط ظهر لي. يعني الإنسان بدون الله وبدون نعمة الله دايما شايف نفسه أول واحد، في كبرياء قلبه، في شر قلبه. النهاردة الرب يبعت لك رسالة، أخبارك إيه مع الكبرياء؟ منعك عن الله ولا بتروح لله؟ النقطة الأولى رؤية، شفت الرب؟ شفت كبرياء قلبك؟ قلت بعمل إيه؟ الحل عند الرب. على فكرة أشعياء كل اللي عمله قال: ويل لي إن هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. في نفس اللحظة اللي أقر بيها بذنبه، نفس اللحظة طار ملاك من السرافيم، عمل إيه؟ أخذ جمرة من على المذبح ومس شفتي أشعياء وقال له الآية الحلوة دي: انتزع اسمك وكفر عن خطياتك. إيه ده؟ ايه المذبح؟ المذبح ده يعني ذبيحه. ومين الذبيحه الحلوه؟ هللويا يسوع المسيح. اشعياء هو في اشعياء 53 قال اعظم اعلان: وهو مذبوح لاجل ومجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل. هو الذبيحه يسوع المسيح. ان امنت بقلبك واعترفت بفمك خلصت. مش مطلوب منك تعمل، أشعياء ما عملش، ما قدمش حاجة، الذبيحة موجودة. وفي أعظم من الذبايح يسوع المسيح، هللويا. دم يسوع معروف، دم يسوع يطهر قلبك، يطهر نفسك، يطهر ذهنك، يطهر. تقول لي أفكاري مليانة بالشر، أديني سنين بحارب مع النجاسة، أفكاري في النجاسة. أقول لك يسوع المسيح يطهر من كل خطية. تقول بصارع مع المخدرات، بصارع مع إدمان، أقول لك يسوع المسيح يطهر قلبك ويكفر عن خطاياك. تقول بصراحة أنا خايف من تغيير لأنه الماضي أعمل فيه إيه؟ أقول لك كفر عن ذنبك وسترت خطيتك في يسوع المسيح. يسوع المسيح في دمه يفكك عن الماضي والحاضر والمستقبل. يلي بتسمعني النهاردة أشعياء اعترف، أشعياء آمن وصدق وتغير. وانت النهاردة بتسمعني النهاردة، أقول لك الوعد تاني، دم يسوع المسيح ابنه يعمل إيه؟ يطهرنا من كل خطية. النهاردة الرب بيدعوك، بيدعوكي يلي بتسمعنا النهاردة وبتشاهدنا في برنامجك، برنامج صفحة جديدة. أشعياء صرخ، هل تصرخ النهاردة معنا؟ هل تطلب؟ هل تقرع على قلبك زي العشار وتقول أن لهم ارحمني أنا الخاطي؟ بس النقطة الأخيرة عايز أختم بيها معاك، إرسالية، إرسالية. تقول أنا خاطي الرب يبعتني؟ أقول لك مرة المجنون اللي كان عليه لجيئون بعد ما آمن قال للرب يسوع أنا عايز أتبعك. والقصة دي الجميلة دي في مرقس 5 فيها 4 طلبات من 3 فئات. أول طلبة الشياطين قال له اطردنا من الشياطين ودخلنا في الخنازير، قال لهم حاضر، مع أن الرب يقدر يقول لا، وطلب غريب بس الرب قال عليه ماشي. الطلب الثاني أنه الشياطين الأهل الكورة قال له اطلع بره الكورة بتاعتنا، قال لهم ماشي، المفروض يشكروه، طردوه، قال لهم اوكي. الطلب الثالث طلبه المجنون، احلى طلب في رايي، قال له يا رب عايز اتبعك، عايز امشي وراك، قال له لا. ايه ده يا رب، ازاي تقول لي لا؟ قال له اذهب الى اهلك والى عشيرتك وخبر كم صنع بك الرب ورحمك. وانت بتسمعني النهارده مش لازم تكون بتطلع على التلفزيون، مش لازم تكون بتوعظ على منبر، اذهب الى اهلك وعشيرتك وجيرانك في البيت، في الشارع، في الضيعه، في القريه، في المدينه، ايا كان، وتكلم عن الرب. اوعى من فضلك. هقول لك على حاجه،
في خطية احنا كنا بنقع فيها اغلبنا بس مش واخدين بالنا منها، عارف ايه؟ ايه ويل لي ان كنت لا ابشر. كاسر وصية، اوعى تكسر وصية. اشعياء سمع صوت الرب يقول من يذهب من ارسل، كان يقول الرب عندي رسالة عندي بشارة. اذا كان اشعياء قال يا رب ارسلني، وكانت الرسالة رسالة دينونة، ما بال احنا وكم وكم رسالة الفرح البشارة الأخبار السارة. يسوع المسيح مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. تروح هدفنا في برنامج صفحة جديدة، تفتح صفحة مع الرب تتغسل بدمه، بس عندنا هدف تاني بنحسك. اذهب وخبر كم صنع بك والرب ورحمك. افتح صفحة جديدة النهاردة كخاطي وتوب، ويفتح صفحة جديدة كمؤمن وارجع مرة تاني للخدمة والإرسالية، واشهد عن الرب العظيم يسوع الحلو اللي احنا عايزين نعيش العمر كله نحكي عنه. بولس قال حقيقة شاهد للصغير وللكبير. رب عايزك تشهد لكل الناس، لأطفال مدارس الأحد لغاية الشيوخ والشباب. يعمل بيك الرب ويحط إيده عليك وتكون زي أشعياء، تتخلى عن كبريائك وبعدين تتطهر بعمل المسيح وصليبه وذبيحة المسيح الكاملة، لكن أيضا تذهب لأجل المسيح وتخبر بعمل المسيح. بدعوك غمض عينك وانت في مكانك، افتح قلبك للرب وانت بتسمع الترنيمة اللي جاي، قول يا رب ارحمني واغسلني وطهرني وغيرني، وابدأ وافتح معايا صفحة جديدة. يلا اسمع الترنيمة الحلوة دي معانا، يلا غمض عينك واطلب الرب، قول له عايزك وطلبك من كل قلبي يا رب. ونواصي اللهيب
لم أجد حبيب، لم أجد حبيب، لم أجد حبيب، لم أجد حبيب. أنا آمين آمين. يعني بشكر رب من كل القلب. قبل الحلقة كنا مع إخوة غاليين جدا علينا في زيارة، وبعدين كانوا بيقولوا لي يعني الكرازة بالإنجيل والكرازة بالمصلوب يسوع المسيح والكرازة بالإنجيل وبكل ما في الكلمة، اكرزوا بالكلمة، خايفين ما تعودش والناس استبدل الكرازة بدي بحاجة تاني. فكان معانا بعض الشباب زي بشوي نظمي اللي سمعناه من شوية، وقلت لهم طالما الرب موجود والشباب ده موجود ما تخافوش ما تخافوش، لأن الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. كم تأثرت والله يشهد بالكلمة الجميلة اللي قالها أخويا وابني وحبيبي بشوي نظمي، يتكلم بمجاهرة زي ما صلوا التلاميذ في سفر الأعمال وقالوا أعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، وهو كان يتكلم بمجاهرة. شاب صغير وسطينا وبيتكلم في آلاف بيشاهدونا على التلفزيون وهو يجاهر بيسوع المسيح. فرب يباركك بشوي ويستخدمك أكتر وأكتر. في أرقام هتظهر على الشاشة وبدأت تظهر وهتظهر تاني قدام حضراتكم، تقدر تتواصلوا معانا على الأرقام دي نصلي معاكم. مرة تانية خليني أرحب بضيف الغالي جدا أخويا السوري الألماني المصري كمان غسان جرجيس. سمعت أن أصولك مصرية يا غسان؟ طبعا عارف السوريين هيتضايقوا بس أنت قلت لي كده. أيوة، من يعني الجد الرابع زمن العثمانيين كانوا ياخدوا الصنايعية والعالم اللي بتشتغل في أمور كتير. أنا ماليش دخل، الناس جرايبك في سوريا هيقولوا خلوه مصري وبتاع، أنت مسؤول بتاع الهوى. لا بذكرك ما زال لغاية دلوقتي في سوريا يقولوا لنا عائلة المصركية، يعني المصريين. بس مصركية فيها كاف ليه؟ ما هو ده اللهجة اللي عندنا في ديريك. أهلا وسهلا في البلد. تمام. جدودك قالوا انهم كانوا مصري. ايوه، وابوي اتولد في تركيا يعني في بلد اسمها آزخ، وبعدين نزل قبل الاستقلال على سوريا، وانا اتولدت في سوريا في مدينه ديريك في محافظه الحسكه. تمام. لكن قالوا لك ان جدودك كانوا من سوهاج. ايوه، عشان انا امي من سوهاج فعايز اقرب، يعني عايزك تبقى فأهلا بيك وأهلا بالسوريين وأهلا بالألمان، لأنك أنت ليك ربع قرن في ألمانيا كمان. ربنا يباركك. أيوة.
طيب انا هبدا باللي انتهى بيه الشاب المبارك الكارز الناري الحلو بشوي لما قال انه الله يقدر، وذكر مجنون كرة الجدرين كمثال، انه بعد ما بيستخدمني بيرسلني. فانت انا شفتك في اوروبا، شفت ليك خدمات في استراليا، شفت ليك خدمات في اماكن كتير. فهل انت يعني وانت طفل يعني في الكنيسة، ولا ان يعني ازاي بقيت بتشهد المسيح وتخدم المسيح يا غسان؟ لا، انا لغاية 23 سنة من عمري ما دخلتش ولا مرة على الكنيسة، ولا كنيسة يعني. لكن ابائك مسيحيين؟ في الاسم مسيحيين، ابوي وامي مسيحيين. وما دخلتش ولا مرة كنيسة ل 23 سنة؟ لا، مع انه جد امي كان من اقوى المبشرين في جنوب شرق تركيا، ومعروف في كل، بس انا ما دخلتش. وانا يعني من صغري لغاية يعني كان عندك عقدة ولا مش، ولا عدم اهتمام، ولا ايه النظام يعني؟ احكي لنا معلش، لانه دي يعني عشان نوصل لها انا زائر سني نعرف ايه الماضي. بس من وانا طفل يعني ربيت في بيت فني يعشق الفن القديم، ام كلثوم، عبد الوهاب، وصالح عبد الحي، و مين ده؟ ما اعرفش الاسم ده. ايوه ده قديم جدا. فقبل ام كلثوم وعبد الوهاب، صالح عبد الحي وسيد درويش، فربيت في هالاجواء. يعني عمري 6 سنين كنت اغني اغاني ام كلثوم كامله في المدرسه، كانوا يستغربوا انه في عمري وانا اغني كامل اغاني ام كلثوم، وربيت على هالشيء. كنت حافظ يعني هذه الاغاني؟ ايوه، مش بس دخل حافظ. بقى بالانجيل والكنيسه ابدا. كان يعني ابوي لما في حفله ام كلثوم كان مولع، يوقفنا كذا على كان ما كانش في تلفزيون في الوقت ده، فكان راديو، يوقفنا عند الراديو يحط لنا شغلات نتسلى فيها ناكلها، وممنوع الكلام. اليوم في حفلة أم كلثوم راح المؤلف الفلاني كتب الغنية الفلاني. سنقول للمشاهدين الإخوة، يا عم أنا مالي يعني، هو الراجل بيقول أنا ما ده حياتي كانت من قبل. أنا بتكلم حياتي ليه كده؟ لا أتفضل طبعا، ده بتكلم عن بداياتي فعلا. وبديت كمطرب تمام طبعا لغاية سن 23. مطرب كبروفيشنال يعني وظيفتك بقيت مطرب؟ مش في الأفراح، في المسارح، في القعدات مع بعض بنغني الأغاني القديمة. يعني أقصد مقابل مادي يعني كأنه شغل؟ لا لا، كانت هوايتي أنه أبقى مطرب وأدرس ده، وفعلا عشت على هالحالة. و المجال الفني عشت انه ما فيش اله، الاله هو الانسان. يعني كانك الحد. هو كنت ملحد، مش الحد، كنت ملحد، لانه ما اعرف شيء عن المسيح، عن المسيحيه ككل، لانه فعلا ما كانش عندنا يعني انه ناس يقودونا لهالشيء. فربيت على هالأساس أغني والشرب وكل حاجة يعني. شرب كحوليات يعني؟ كحوليات ومخدرات. يا سلام. أيوة. بس يا أخي وشك باين عليه النعمة، صدقني ما يبان. ده النعمة من الرب يسوع. ما يبانش كده خالص. أيوة. ومخدرات أيوة. تقيلة يعني. ما كنتش أطلع أغني إذا ما أشرب سيجارة حشيش. تمام. والأهل ما كان يعرفوش يعني. أحيانا لما بحكي قصة حياتي مع المسيح بيستغربوا، أنت كنت كده؟ أقول لهم آه كنت كده، بس يعني بالخفاء يعني. تمام. طبعا كنا مجموعة نسهر مع بعض ونقعد مع بعض، نلعب قمار مع بعض لغاية رحت على الجيش، ورجعت من الجيش سنة 83.
فكان صديقي الألصق من الأخ كان ابن عم أمي، كان معانا دائما وكان يعزف عود وبنقعد نشرب كل حاجة نعمل مع بعض. فوقتها غاب عن الفترة عن الشلة، وين رياض اللي اسمه جوزيف إيليا، فبيقول هو حاليا قسيس إنجيلي لما مبارك. عملنا الاختبار مرة أيوة. على حياتك في القصة كت يعني أنا فرحان بيكم وكده أيوة. هو ده أيوة. منرحب بيه طبعا وأكيد يفرح لو كان بيشاهدنا. هو حاليا ساكن في ألمانيا برضو وأسيس أسيس إنجيلي تمام، ومدامته بتطلع على التلفزيون برنامج صلاة يعني تمام. فبنسأل عليه في الكنيسة، هذا يعني خانكم كدينا أنه في الكنيسة معناتها في شيء غلط في حياته جن. فكان الموضوع غريب علينا، كنيسة نحن شباب هلا وقت كنيسة، ممكن يكون بعد إذا عمر طويل نكون نصير مسنين في هاي نروح على الكنيسة، والكنيسة أصلا للختايرة مش للشباب، ختايرة اللي هم العواجيز أيوة. في مصر يعني. هو كان رؤيتنا هيك وتفكيرنا هيك. فكان قبل عيد القيامة جمعة الآلام اجى عندي على البيت، قال لي في عنا احتفال في الكنيسة وتجي ترنم ترنيمة. قلت له ترنيمة أنا شغلي كناس وترنيمة، روح الله يخليك هذا مو شغلتي، عيب. بدك أغني لك لأم كلثوم لعبد الحليم في الكنيسة تغني لك، بس إنه ترنيمة طب وتغني له إزاي أغني كده في الكنيسة؟ ما أنا بالأصل ما كنتش بقتنع في ولا حاجة. طب أستأذنك معلش في مكالمة معانا من فترة. بنت الرب أهلا بيك يا بنت الرب. ألو ألو أيوة ألو ألو مساء الخير. مساء النور. دكتور الصوم أنا مع حضرتك، أهلا بيك يا بنت الرب. أنا معاك بنت الرب من مصر. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك، اتفضلي. طيب طالبه تلبس صلاه من اجل ابني خرج عن ايمان بقاله 15 سنه، فلو سمحت عايزه تلبس صلاه ممكن؟ ضل عن الايمان من 18 سنه؟ هو خرج عن الايمان طيب احنا عندي ايمان ان ربنا يرجعه لي، بس طالبه تلبس صلاه معلش. هنصلي طبعا لاجله، وافتكري القديسه مونيكا سمعاني؟ قديسة مونيكا أم أيوة. القديس أغسطينوس كانت بتبكي علشانه، والخادم قال لها ابن الدموع لن يهلك أبدا، وبعدين بأعظم القديسين، فتأكدي أن صلاتك مش هتضيع، هنرفع ابنك في صلاة أيوة. الآن ممكن ترفع صلاة لأجل ابنها بكلمتين. أباركك أعظمك أمجدك يا قدوس من أجل عنايتك الإلهية في كل واحد يا رب، وأنت يا رب لا تترك أولادك يا رب، لأنه أنت قلت يا رب بفمك المبارك يا رب الذين في يدي لن يهلكوا ولن يقدر أن أحد أن يخطفهم من يدي يا رب. يا رب نسلمك هذا الشاب يا رب، يا رب. كما افتقدت يا رب غسان وهو شاب، أنا واثق يا رب ترسل يا رب يا رب لهذا الشاب يا رب رسالة حقيقية من عندك لكي يرجع إليك يا رب، وما زالت يداك مفتوحة يا رب تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب نسلمك يا رب هالشاب يا رب، يا رب إكراما يا رب لجروحاتك، وإكراما يا رب لصلوات أمه يا رب وتضرعاته يا رب، مثل يا رب أم القديس أغسطينوس صلت يا رب كثيرا من أجل أغسطينوس يا رب. استخدم هذا الشاب لمجد اسمك باسم يسوع، لك آمين. كل المجد آمين, آمين. طيب فطلب منك ترنم في الكنيسة، قلت له أغني لك. أيوة لح علي عدة مرات، فآخر مرة قال لي ما هو أنت بتغني على المسرح وبتاخذ مجد من العالم،
هون تاخذ شهره، وبرضو حضور في الكنيسه راح يكون ناس يعرفوك اكثر وشهره اكثر. كان ذكي، كان حكيم. ايوه الرب له قصد في هالموضوع. ف يعني زي ما تقول فكرت فيها وشفت يعني فكره حلوه، فقلت له انا ما اعرفش ترانيم. دي كان اول مره تدخل في حياتك كنيسه؟ ايوه. حتى لا في جنازه ولا في افراح ولا في حاجه؟ ابدا ابدا. فاعطاني كاسيت نجيب لبيب رقم واحد، فقلت له لو اول ترنيمه فيه توكلنا على الله. ايوه صح. فقال لي دي مناسبه على جمعه الالام، فيا ريت تحفظها، اللي هي ماذا يصنع لكرمي. الأوبريت ده اللي كان. أيوة. صح. فحفظته وفعلا كان معي وقت تقريبا اسبوع، حفظته مع موسيقته كلها، وخلاص اقدمه في الكنيسه. اجت الجمعه العظيمه، جمعه الالام، فقدمت الترنيمة هاي. وصلت عند مقطع حبك للشر ألهب ظهري بالصياط وانت بترنم. طب استأذنك اخد بس، متأسف طبعا. انا ما بين مدام مها من المنيا، اهلا بك يا اخت مها. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا اخت مها. مع حضرتك مدام مها حورت يا دكتور. اهلا بيكي يا المنيا يا مدام. احنا صلينا لك هنا حضرتك والبشمهندس وطلبنا صلاه تعزيه لاجل توماس، مش كده برضو؟ الرب يبارك. يعني انا عارفين التجربه كانت قاسيه، انا مش عايز كده، بس صدقيني العالم كله صلى لك يا اخت مها، وابنك عمل حاجه. انا هعمل حلقات قدام الرب، لانه القصص اللي بناخدها ان واحد بيموت لاجل مجموعه، فلقي ناس هتموت فانقذهم، وهو انتهت حياته ابنها وصل السماء، وهم ناس من بيوت مسيحيه محترمه جدا جدا. ف يعني اتصالك غالي غالي علينا احنا في الحلقه هنا. صدقيني يا اخت مها صلينا لاجلك ولاجل باشمهندس ثروت. بحضرتك كتير يا دكتور. احنا انا اشكرك انك تكلمني وكده، ربنا يباركك. احنا بنطلب تعزيه يا دكتور، صلاه تعزيه من فضلك. احنا كلمني البشمهندس ثروت بعد ما حاولت اكلم حضرتك مره. وقلت له، قال لي بس انك شويه مش قادره تستقبلي، لكن في اقرب فتره كلنا هنزورك وهنرفع صلاه لاجلك. الان ابونا العظيم أبو الرأفة وإله كل تعزية، يا رب هذه الأسر المجربة قلت طوبى لمن يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد بها الله للذين يحبونه. إكليل الحياة اللي بياخدوه الشهداء اللي بيموتوا، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، بتديه للناس اللي زي أختي مها وأخويا ثروت. يا رب اللي قبلوا إن ابنهم رقد وهو بينقذ الناس، كان ممكن يسيب الناس تهلك والأطفال بشكل خاص، لكن هو مات لأجلهم في قصة فداء شبيهة بقصة موت الرب يسوع. عزيهم أنت يا رب، شجعهم أنت يا رب، أسكب تعزياتك يا أبو الرأفة وإله كل تعزية. احنا في نفس الجنازة كنا هنا بنصرخ في برنامج يا رب صفحة جديدة لأجلهم. أرجوك وصل تعزيتك ليهم وشجعهم في اسم الرب يسوع. أمين يا أختي مها. مش عارف حضرتك معانا لسه ولا؟ الرب يباركك، وإحنا بنصلي لأجل تعزيتكم. معانا كمان تليفون تاني. ألو أختنا مرسى. أهلا بك يا أختي مرسى، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ربنا يبارككم. يعني برنامج مشجع جو، كل مرة بنسمع البرنامج بيكون سبب بركة، والرب بيكلمنا من خلاله. شكرا خالص لحضرتك. الله يخليكي. ومعانا الأخ غسان، اتفضلي. شكرا. لو سمحت يا قاتل، كنت عايز أعرف يعني إيه مفهوم التوبة؟ يعني التوبة إن أنا كنت بعمل خطيئة، واحد اثنين ثلاثة،
وامتنعت عنها. تمام. بطلت عن عمليه الحمد لله رب ربنا، بديت اقرا في الكتاب وبديت اروح الاجتماعات وما بديتش يعني انام ولا امسك سيره حد ولا اتكلم حتى كتير. تمام. هو ده مفهوم التوبه؟ خليك انت معايا يا اخت مرسى، ما تسيبنيش، ما تقفليش التليفون، انت معايا صح؟ اوكي. ايوه مع حضرتك. ايوه، يعني حضرتك قلتي مظاهر التوبه، يعني اللي انت قلتيه ده اللي بيظهر بعد التوبه، يعني اللي حضرتك قلتيه ان بطلت وبطلت دي نتائج التوبه، لكن التوبه تعريفها هي تغيير الذهن فيتغير الاتجاه. طبعا عندنا ايه شهيره جدا في اشعياء واصح 55 وعدد 6، ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتوب. اذا لو خدناها بالترتيب، الفكر اتغير فالطريق تغير وبالتالي الانسان اتغير. ده كله مش ممكن يحصل. اي توبه بعيده عن يسوع المصلوب، بعيده عن موت المسيح، الانسان ما يقدرش يتغير. طبعا في ناس بتمثل التوبه، يعني واحد بيدخن يقول لك قطعت السجاير ويرجع لها تاني، دي مش توبه، تنزل الطين تاني وهكذا. فالتوبه هي تغيير الفكر ثم تغيير الطريق. وزي ما بتسمع من الاخ غسان، كان ما يعرفش حاجه، بعد شويه ترك المخدرات. ليه؟ لانه تقابل مع المصلوب، فكره اتغير، وبالتالي الشله اللي كانت معاه اتغيرت. وانا اعرفه من حوالي 15 17 سنه، اشهد قدام الله يعيش القداسه، يعيش في المانيا في اوروبا، هو ومراته وابنه ومرات ابنه وبنته وخطيب بنته، يعيشوا كانهم في ضيعه في صعيد صعيد مصر، مش بالعادات لكن بالايمان، تقوى وقداسه. اقول لمجد المسيح، هذه هي التوبه، يعني تقابل مع المسيح زي ما بتسمع الاختبار، فتغير مخه بدل ما مخه في المخدرات وكذا. بس امتى؟ لما تقابل مع المسيح مخه اتغير، وايضا رجليه اتغيرت الطريق وترك المكان الوحش اللي بيروحه وراح للمكان. عندك اي تعليق يا اخت مرتا؟ الو الو، مساء الخير. دي مكالمة تاني. الو، مساء النور. انا كنت طالبة صلاة. تمام. مين معايا؟ من اي بنت الرب. اهلا بك يا بنت الرب، اهلا وسهلا، اتفضلي. كنت طالبة صلاة بس من اجل اختي. شخص قدام لها الخطيبة والمشوار يتم. كل ما حد بيتقدم يعني لها من غير ما يشوفها، من غير ما يشوفها خالص، يعني ما يجيش البيت اساسا. تمام. طب بصي يا بنت الرب، يعني هنصلي لاجلها، بس انا بقول حاجه وارجو اني حضرتك، يعني لما يسكن الرب يسوع في القلب وفي البيت، حتى لو في سحر او في اعمال شيطانيه بتعمل تبطل. بس امتى؟ لما البيت هم غلبوه بدم الحمل، لما البيت يحتمي في دم المسيح. فأنا بصلي لأجل حضرتك ولأجل البيت كله، ويريد تدعو خدام يؤمنوا بقوة صليب الرب يسوع ويصلوا ويتكسر أي عمل ضد البيت. الرب يباركك. هنقف شوية من مكالمات معلش، علشان خاطر يعني محتاج نتكلمين شوية. وصلنا إلى أنك رنمت، وصلت إلى حبك للظهر للشر. حبك للشر ألهب ظهري بالصياط، وعناد الظلم فجر جنبي بالحراب. هذه اليد التي سقبوها. بترنمها انت في الكنيسه؟ أيوة. مع انك انت لسه ما اختبرتش حاجه ولا حاجه، بس وانا برنم كانه الكلمات بتحفر جوايا، ويرجع القرار كي تصير انت بارا بلا عيب في الرجاء. طب ما نسمع الترنيمه دي ونكمل الاختبار. كان كل فيا يحترق يحترق فوق الصليب، في يدي وأرجلي
يحترق يحترق فوق الصليب في يدي وأرجلي في الرأس نار نار كاللهيب إلا حبي ثابت كما هو بل يزيد قلبي ينبض بالمحبة داعيا فهل تريد كيف صيرا أنت بارا إلى عيب في الرجاء كي تصيرا أنت بارا هل رأيت الصليب ملطخا بالدماء يسيل منه العرق الألم والعرق دون بكاء هل رأيت الصليب ملطخا بالدماء يسيل منه العرق الألم العرق دون بكاء هناك دفعت ما عليك كاملا كان حكم الموت هو الثمن كيف تصير المقاطع القوية في الكلمات كان كل شيء في يحترق رب بيتكلم عن نفسه يحترق فوق الصليب وأنا بحكي الكلمات يعني دائما لما أحكي اختباري وأحكي الكلمات يعني كده يجيني حاجة أتخيل الصليب ويسوع الرب يسوع معلق على الصليب ومن أجل إيه؟ من أجل عدو كنت لا أؤمن في الله ولا في المسيح ولا في صليبه ولا كنت عدو فعلا حقيقة لكن كان شيء يعني تخيلت الصليب وهو معلق معقول هل شيء من أجلي أنا؟ ومين أنا؟ أنا عارف نفسي ممكن احيانا الواحد يتشامخ ويتكبر مثل ما تكبرت ويقول مكتوب قال الجاهل في قلبه ليس إله فلما تقابلت مع الرب كانت خلصت الترنيمه دي ونزلت طلعت من الكنيسه طب اثناء الترنيمه انت تأثرت وخلصت الترنيمه جيت قعدت على المقعد اجا واحد من الموجودين يعرفني طبعا وممكن يكون قرايب بس ما بقى اتذكر مين كان قلت له اتركني فسبت الكنيسة وما كملت طلعت خلصت الترنيمة وطلعت قعدت في محل الانتظار في الكنيسة برات الكنيسة في قاعة انتظار وضيوف وأكثر من نص ساعة ما بقدر أوقف دموعي ورغم أني يعني نسيت موضوع الإلحاد والجو ده خالص من غير حاجة أبدا وعلى هالحال تقريبا صار بعد الترنيمة دي صرت يعني أقول معقولة في هالشي معقولة إله موجود وإجت جسد من أجلي ومن أجل الخطاط لا مو معقول أبدا في شيء غلط
لأنه الحول كله مش عايشين المسيح. يعني الناس عايشة كلها يعني في الاسم مسيحية، لكن فبلشت أقرأ كتاب مقدس، وكل ما وبلشت في يوحنا، يعني فتحت طلع لي إنجيل يوحنا وبلشت أقرأ. معقول هالكلام عنا؟ أنت أول مرة تقرأ أساساً، أول مرة تدخل كنيسة 23 سنة. أيوة، وصرت أقرأ يعني في اليوم ساعة أو ساعتين كتاب مقدس، وأقول مو معقولة، في شيء مو مزبوط، في شيء غلط، هالكلام مش للبشر وما حدا يقدر يعيشوه كبشر، أنا لا يمكن أقدر أعيش هالكلام. وطبعا في كان في حرب من الشيطان، دائما يجي يشككني في كلمة الله ويحط حواجز لأبعد. لكن طب أصحابك اللي هم الشلة حاولوا يجيلك في الوقت ده ولا إيه؟ كنت أروح مع الشلة، ما زلت أروح وأرجع أقرأ، بس تأخذ مخدرات برضو. أيوة، في صراع وفي، لكن يعني في شيء جوا عم بيشتغل ما بعرف شوي، اللي هو عمل الروح القدس طبعا. أيوة، دلوقتي عرفت. أيوة، بعد ما آمنت عرفت أنه الروح القدس كان يشتغل في قوة في حياتي، لكن أنا كنت معاند. ليش؟ لأنه كنت ملحد وكان في يعني اضطرابات نفسية وجسدية وصار صراع. فأحد الأيام كان عنا طب وصلنا للصراع، معلش التليفون من أمريكا بس بدم. أهلا بك يا بنت الرب. مرحبا، أهلا، صباح الخير. أهلا، مساء الخير، تفضلي. إذا ممكن محتاجة صلاة من حضراتكم تمام تصلوا لي، لأن أنا عندي مشكلة كبيرة في البيت، مشكلة مع جوزي، عندي ولاد اثنين صغار، والمشكلة تزيد كل يوم أكثر وأكثر. هاي صار لنا أكثر من 4 شهور 5، المشكلة تزيد. أنا دلوقتي يعني عن قريب جاية للرب، ما خليت شيء، ما خليت ناس يتدخلوا يحلوا القصة أنا وجوزي. طبعا باي ذا واي ما عندنا مشكلة كبيرة، يعني بعيدين عن الخيانة، عن الشغلات المش كويسة، ما عدنا هالحكي. المشكلة أنه يقول لي أنت كنتي متسلطة، ما كنت مرتاح معاكي، بعد أريد أترككم. أنا لغيت عهد الجواز لأن ما مرتاح معاكي، يعني أنت كنتي مسيطرة علي وأنا ذاتت، إحنا بأمريكا، ما أريد أكمل. بوقتها كنت حامل، ومن السترس اللي كان عندي الطفل مات ببطني، كانت 3 شهور حامل. وبعدها حاولت، رحت لقسان من شتى الكنائس يحكوا معايا، معاه ما يقبل يحكي، هو رافض حكي من أي أحد. رحت حكيت لقرايب، ناس كبار بالعائلة، قسان، كونسلر، كلهم بيقولوا لي ما في حل، هو ما يريد يساعد، ما يريد يكمل الزواج، ما في أي حل، ما خليت طريقة. فبالمختصر الحلول الأرضية كلها خلصت، ما أعرف شو أسوي، وأنت أروح أطلع أنا والأولاد. نعم، حضرتك قلت أنك قبلت الرب حديثا، صح؟ حديثا، نعم حديثا قبلت. أنا الرب. فرحان بيك يا بنت الرب، وأنا أعتبر الرب فرحان بيك أنك قبلت الرب. نعم، أنت وأولادك هتكونوا ملكه. ونصلي، اخلي شوف الاخ غسان، خليكي معايا بس ما تفصلوش، يعني احنا مش لازم ناخد مكالمات كتيره، لما مكالمه نستمر فيها شويه لو سمحتوا. فخليكي معايا، يعني تقول لها ايه يا اخ غسان، وتشجعها لانها صادقه للنهايه ومحتاجه تشجيع، كلمه تشجيع. اختي تمسكي في الرب، وانا اقول الرب قادر يحل اي مشكله لما نلتجئ له. يعني أنا أقول ملعون كل من يتكل على ذراع بشر، لكن نحن لما نصلي نثق بالرب وبقوة عمله في كل واحد. ومدام أنت طلبتي الرب وصرتي بنت للرب، فالرب هو قادر أن يعيد تصحيح العلاقة وتصحيح البيت، لأنه لما الرب يبني البيت لا يمكن إبليس يقدر يهد البيت. فأنت طلبتي الرب، تمسكي في الرب، ونصلي أنه الرب يرجع يسكن بيتك
ويسكن قلب زوجك وتكونوا عائلة مباركة للرب. للرب دموع في عينيها وممكن تصلي لأجلها يا أخي. أباركك إلهي العظيم وسلمك يا رب هذه العائلة بين يديك يا رب. أنت حلال المشاكل وأنت صانع السلام. أنت يا رب قاضي الأيتام والأرامل وقاضي يا رب العادل، وأنت يا رب أمين وعادل ولن تقدر أن تنكر نفسك. إن كنا غير أمناء فتبقى أمين وعادل. يا رب نضع هذه العائلة بين يديك يا رب. أنت يا رب أختي حطت الأمر بين يديك ونثق أنك قادر على أن يا رب تصنع المعجزة في هذا البيت، تعيد العلاقة الزوجية الصحيحة وتعيد هذا البيت مكرس لخدمة إنجيلك، ويا رب يخرج عملك من هذا البيت ويكون هالبيت سبب بركة لجميع الذين يعرفوه. باسم الرب يسوع أصلي لك كل المجد. آمين. ثق في الرب يا بنت الرب، وحتى بعد الحلقة هنصلي لأجلك، ويا ريت تكلمينا في حلقات قادمة يا رب وتفرحينا بالأخبار الجيدة. أمين. شكرا جزيلا. أمين. نكمل يا أخي غسان. فصار بتقول لغاية دلوقتي وانت بترنم الأعداد دي بتشوف الرب يسوع مصلوب، وبعد كده تأثرت وبدأت تقرأ في الكتاب وحسيت ان الكلام اللي في الإنجيل أعلى من البشر، وكنت في صراع. صار صراع في حياتي واستمريت في حياتي، وكان عندنا حفل مسابقات، ونفس الليلة طبعا تطلع على المسرح. بعدها بفترة؟ بعدها بفترة بشهور، يعني كان شهر الرابع الحكي لغاية شهر التاسع هالصراع. أيوة. فرحت على الحفلة، وطبعا قبل الحفلة شربت سيجارة حشيش عشان تعمل دماغ بالمصر. أيوة بالضبط، انسلطن بالسوري انسلطن. فخلصنا المسابقة وجينا بعد المسابقة عزمونا على المطعم، طبعا مع الأكل لازم ينزل مشروب، فشربنا ورجعت على البيت. رجعت على البيت يعني شبه سكران، ومن كتر كنا نشرب كتير كشباب يعني ما بقاش يأثر كتير فينا، يعني نفقد السيطرة على الجسد بس مركز. وأنا فت في الغرفة والروح القدس اشتغل، حبك للشر ألهب ظهري بالصياط وعناد الشر. نفس الترنيمة، نفس الكلمات ونفس الترنيمة. هل رأيت الصليب ملطخا بالدماء يسيل منه؟ وانت واخد مخدرات وحليات. أيوة. كي تصير أنت بارا بلا عيب يا يسوع، يعني حاجة. فركعت، فكانت الساعة 3:30 الصبح. يعتبر ده أول مرة تصلي صلاة صادقة؟ أول مرة أصلا أعرف أصلي، بس لأنه الصراع خلاني أركع وأرفع يديك هيك وبصلي. إذا كنت إله هالترنيم وهالكلمات تعنيه فعلا، وإله موجود، وإله هذا الكتاب الحقيقي، بس اثبت لي أنك موجود، أو أريني ذاتك، أو حسسني أنك موجود وأنا راح أخدمك طول عمري. الكلمات طلعت من غير شعور معي، فحسيت ايدين ضربت على الايدي. وانت وحدك في الأوضة؟ ما فيش حد، انا كنت عندي أوضة خاصة، وملا الأوضة مجد الرب بشكل عجيب وسلام لا ينطق. ما بقدر اوصف السلام الإجالي والفرح، وانا صحيت يعني كأنه نايم 10 أيام ومرتاح ومفعول المخدرات والمشروب راح. وكنت عاوز في هذيك الليلة الساعة 4 صارت، كنت عاوز أروح أدق على القس جوزيف اللي أقول له إلهك فعلا هو الأخ رياض. أيوة رياض، أنه فعلا حقيقة.
نمت بسلام عجيب. فقت الصبح كأنه ولا أعرف حدا من الشلة. من الصبح أفطر أرجع على الغرفة وأقرأ كتاب. وفعلا كانت آخر سيجارة حشيش هي بتاعت امبارح، آخر ولا مرة، آخر شركة يعني، كأنه 180. أحيانا يقولوا هر الخلاص للحظة ويتغير للحظة. أنا حصل معي الاختبار أنه فعلا للحظة 180 درجة تغيرت، زي ما أختنا كانت بتسأل عن التوبة، قد التوبة. أيوه. وتغيرت بالكامل. تغيرت بالكامل، والرب حط سلام في قلبي، وحط أنه يعني كان آكل وأرجع ألهج الكلمة الكتاب. ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان. أيوة. وبعدين بعد يومين رحت لرياض أقول له هيك صار معي، فضحك قال لي ما أنا نفس الشيء صار معي. وبلشنا الخدمة في البلد. لا نقف عند دي وتقول لنا ترنيمة بقى، قول لنا إيه. أمور الله عجيبة، مواعيد أعجب من كده إيه؟ عجب العجاب، يغير الأزمان. محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته، أب مثالي ورعايته هو كمال المثال. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، القدرة في ايده وحده والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. سلام الله عجيب يبان وسط الخطر، تلقى المؤمن يرنم وسط الألم والضرار.
سلام الله عجيب يبان وسط الخطر للمؤمن يرنم رغم الألم والضرر علشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة جفاف هو شايفه مطر إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح بالنور زي الصباح وحده الكل يخضع لمجده ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام. أمين أمين. أمور الله عجيبة. أمين. بتبان وسط الخطر. وبالمناسبة الخطر دي بنصلي الكل مرضى كورونا بشكل خاص وكل المرضى. بصلي لأجل أخويا جورج يوسف في كندا في تورونتو كندا. هو أخ عامل جدا, هو المسؤول عن خدمة الميديا في الطبيب العظيم, وبعت لي رسالة من نص ساعة أنه دخل مستشفى في تورونتو بكورونا في مشكلة في التنفس. فأرجوكم صلوا لأجل أخويا جورج يوسف, وكانت كمان زوجته ومامته مريضة بالكورونا. يا ربي تمجد, واحنا واثقين انك هتمد ايدك لاخويا جورج يوسف الغالي وكل مرضى كورونا. نكمل يا اخويا الحبيب. امين. بدات تخدم بقى, تخدم ازاي بقى في سوريا؟ كنا الكنيسه الانجيليه المشيخيه كانت مقفوله من كذا سنه عشان ما عندهمش خادم, و كانت هي إرسالية قديمة فما بقاش دعم فسكروها. ولأنه القس رياض جوزيف إيليا هو من العائلة, عائلته إنجيلية, أمي كانت من نفس العائلة, فالكنيسة هم عمروها قديما. فأخذنا المفتاح وبلشنا فتحنا الكنيسة و ندبر كاسيتات ترنيم نحط على الريكوردر ونركع نصلي. والطلاب لما يطلعوا من المدارس يشوفوا انه في ترنيم في الكنيسه وفي صوت يفوتوا يسمعوا ويطلعوا. فخلال سنه كان في مؤتمر لدار الكتاب المقدس وصار انه صيت انه صرنا تقريبا عدد حلو 15-20 واحد. فرحنا على مؤتمر, مؤتمر دار الكتاب المقدس وبلشت الخدمة هون. كان وقتها نجيب لبيب كان معنا في راح سوريا. أيوة. وعرف ان عن طريق الكاسيت بتاعه وانت بترنم الترنيمة. أيوة. بتاعته. أيوة. طبعا تشجع. أيوة. جدا, وده بحبه جدا لغاية دلوقتي. هو الحلقة اللي فاتت بالنسبة لي كان هو حاضر هنا, وكنت بقول له نجيب هو الأصل, ويا رب يكون بشهد. الرب يبارك وينما كان. واستمرينا في الخدمة, والرب يعني ما كان نقرأ ونطبق, ما كانش في قادة ولا خدام مرشدين ولا. والرب فتح العمل في الملكية واستمر إلى غايد هذا الوقت. يعني إحنا بنسمع أن في ناس بتقبل الرب في الفرص الكرازية أثناء ما المرنم بيرنم, بس يمكن دي أول مرة أسمع أن واحد ملحد بيرنم كأنه بيغني, فالله يتعامل معاه عن طريق ترنيمة هو بيرنمها كمجرد أداء. فاختبار جميل جدا صدقني يا أخي غسان, ربي يبارك. المجد للرب. وكان حقيقة الرب في حياتي في كل لحظة وفي كل خطوة كان يجهزني. يعني بعد ما اختبرت المسيح وخدمة المسيح وعمل الله في حياتي وعمل الروح القدس في حياتي, ف
كنت أتذكر كل لحظة من حياتي أنه الرب كان يجهزني بدون ما أنا يعني أحسبها أو أرتب إلها. فأشكر رب، أنت تعرف زوجتي، الرب أعطاني بعد الإيمان، آمنت، تعرفت على زوجتي سوزان، ومن شاشة قناة الكرمة أرسلها باقة محبة طبعا. وهي كانت بتكلمنا على فكرة قبل الهوى، يعني هي فعلا إلى خادمة حقيقية للرب، احنا مش بنجامل. أيوة، بعد الرب هي في حياة الأولاد وفي حياتي يعني كخادم، هي سند عظيم لي. وكان يجهز يعني، إذا أذكر اختبارات حتى في خدمتي في أوروبا، الرب جهز لي شريك مبارك، مع أنه طلب الرب عن طريق يعني عن طريقنا، عن طريق سوزان حكت له عن المسيح وطلب الرب، وبعدين صرنا شركة في الشغل، وأنا مرتاح بروح أخدم أعرف يعني. هو شريكك في الشغل؟ شريكي في الشغل، وهو شريكي في الخدمة في الكنيسة وفي أغصان الكرمي. تمام، لكنه قبل الرب عن طريق عمل فردي مع الأخت سوزان. أيوة، هو الأخ كريم المبارك، وخادم دلوقتي في الكنيسة معنا في اللجنة. تمام، أنا قابلته يمكن لما أيوة كنا في ألمانيا. أيوة فعلا. أيوة، بركة عظيمة. هو كان يرتب كل أمور المؤتمر على الريسبشن. فكل ما برجع أنه قد إيه عظمة إلهنا يجهز أنا أقول دائما الذي غفر له كثيرا يحب كثيرا. فكان يجهز لخدمة عظيمة. و اتوقع انا عايز يعني اسمع عن 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 ها انا ذا ارسلني، العنوان اللي حضرتك اخترته، ولكن يعني هنط يعني يعني واحنا في العربيه النهارده انت حكيت لي اختبار بصراحه غريب جدا جدا، انا ليله ما عارف حضرتك من 15 سنه مثلا ما صدقه، يعني اصدقه طبعا لان الروح القدس. ايوه، بس اختبار غريب جدا جدا عن بدايه الخدمه في اوروبا، ان ممكن يعني انا عارف ان يمكن الاختبار ده ما حدش حكاه، فلو تقوله لنا ازاي انت ربنا يقول لك خد ابنك وتحرك من المانيا لهولندا وانت مش عارف رايح فين، يعني قصه يقولوا على يعني في ترنيمه زمان طبعا حتى الشباب ده ما يعرفوهاش، ترنيمه صعيدي قوي 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 احنا اطفال، بتقول بيقولوا علينا مجانين الناس اللي مش عارفين ونسي يوم الخمسين وروح الله اللي فينا، ان الروح القدس قال لك خد ابنك وخد عربيتك واطلع من هولندا الى من المانيا لهولندا. احكي لنا القصه دي بس، وبعدين ندخل في اشعه ستة، او بعدين نسمع ترنيمه طبعا. ده اختبار يعني اقوله ده اختبار لمجد الرب. تأسيس، انا بظن الناس كتير ما سمعتش الاختبار. تأسيس عمل عظيم في اوروبا، وانت خدمت معانا وشفت العمل العظيم اللي انا احنا بنشوف يعني في هولندا مثلا يكون حضور حوالي 600 700 شخص، اغلبهم مثلا يعني اغلبهم ما يعرفوش اي حاجه، ومش عارف اقول اكتر كده. فعمل لفيت يعني الله شرفني ان الف فعلا اقول لمجد المسيح 6 قارات، بس ما شفتش خدمه فيها تاثير كرازي بتجمع ناس ما سمعوش خالص ومن خلفيات ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه او من خلفيات مضاده، ويحضر لك 600 شخص اغلبهم كده ويسمعوا الكراز على اليوم الثالث يبداوا يقبلوا المسيح. شيء لا يعني ليه لما انا حضرته يمكن مشاهدين بيقولوا في تعبير سمعته من الشباب بيطبل، انت ما تعرفهاش يطبل يعني ايه، يقول لك ده فلان ده مطبلات يعني يعني بيمدح كده نوع من الرياء يعني بشجع. أيوة، انا مش مطبلاتي طبعا، الشباب بيقولوا كده، لا هو لكن انا فعلا وعلى فكره التطبيل يعني اسمه ايه ده الدرامز مش وحش، بس هما بيقولوا على اللي بيجامل زياده لا حقيقه. فاحكي لنا ازاي يعني كنا في مؤتمرات التي تي تبع الكامبس كروتسيت، كان عندنا مؤتمر وكانت خدمة من بين حياة المحبة، حياة المحبة وكانت خدمة آخر خدمة فيو خذ
إسحاق ابنك وقدمه محرقة للرب. لا هي تكوين 22. أيوة. فأنا في الخدمة تأثرت في كتير في الوعظة وتباركت فيها حقيقة. وأنا على قلبي يعني من أول يوم اللي تعرفت على الرب أنا وعدته أنه يا رب أنا حخدمك طول عمري من خلال موهبتي ومن خلال أنه أخبر عن عملك في حياتي وأخبر عن عملك على الصليب. تشهد وتكرس. أشهد وكرس. طب معلش في حد لي فترة. أخويا منتصر من ملاوي أهلا بك يا منتصر. ألو ألو أنا بتأسف طبعا بالنيابة عن المخرج الجميل ساهر سعيد. طبعا هو ما قالش أقول اسمه وكل الناس في كنترول روم على التأخير، بس احنا بنحاول ما بين ترانيم جميلة واختبارات وكلمة الله مش قادرين ناخد كل التليفونات. فألو مين معانا؟ طب نرجع نكمل معلش وتأسف. وأنا بصلي تاني يوم بعد ما خلص المؤتمر صوت نفس يعني هيبة اللي قابلت أول بداية إيماني بيقول هو في الأوضة لما حسيت بإيدين كأنها لمستك ومجد الرب غمر المكان. يقول لي قوم خذ ابنك وحيدك واذهب لهولندا. أنا يعني بعد ما خلصت كنت في ألمانيا في الوقت. في ألمانيا في البلد وأنا ما عنديش إقامة، ما أقدرش أتنقل أتخطى حدود يعني. فيقول له يا رب ابني وحيدي جورج يعني وجورج ده واحد من أجمل المرنمين والعزاف هو ومراته، وما لم يتأثر يا أخي بأي ثقافة سلبية في أوروبا ويعيش القداسة هو ومراته. أنا أشهد للمسيح يعني حاجة جميلة. رب يحفظ بيتكم ورب تكونوا أنتم مثال لبيوت كتيرة. بيقول لك أن أوروبا بتغير الناس أو أمريكا أو أستراليا، بالعكس هي بتظهر المعدن. آمين. بتظهر المعدن. فأنا دخلت بيتكم كثيرا وشفت أنكم تعيشون القداسة، فمش فارقة في عزبة ولا في قرية ولا في أمريكا، طالما يعني ثقافتنا هي الإنجيل الكتاب المقدس و my our culture. يقول لك culture الثقافة، لا أنا ثقافتنا الرب يسوع والإنجيل ما تفرقش المكان اللي فيه، هي كلمة الله يعني ثابتة في كل مكان، في كل مكان وفي كل أوروبا أبدا. تمام اتفضل. فقلت يعني أخذ جورج وأروح أعمل إيه، ما حدش دعاني على المؤتمر ولا أعرف إذا في مؤتمر ولا لا. بعد شوي بصلي قلت ممكن يعني وعظة مبارح أثرت فيه نفس الصوت. فقلت جورج بابا جهز شنطتك تروح على هولندا. سوزان قالت لي تروح على هولندا ما معك إقامة شلون تروح؟ قلت له الرب يعرف أين تروح وانت ما تعرفش اي حاجة. لا بس بعرف عنا قرايب تروح على هولندا يعني قلت تروح تبشرهم مثلا تخبرهم يمكن كان في ذهني. انت مش عارف ليه؟ مش عارف، بس بعرف جورج دائما معي في الخدمة في العزف من هو عمره 9 سنين، والوقت ده كان عمره 11 سنة مش أكتر بيعزف معايا في دلوقتي. يعني المخرج قال لي أنه مفروض نرنم ترنيمة وأنا هطلب الترنيمة، ترنيمة من ترنيم الغالية عليا جدا 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 عن الأبواب المفتوحة بتقول يفتحوا وليس من يغلقوا. الترنيمة دي غالية عليا جدا 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 ولما بسمعها منك بشكل خاص يا أخوي غسان بتبارك. فنسمعها ونكمل إنه الرب قال لك خد ابنك وروح إلى هولندا. آمين. ليس من يغلق يأمر فتهرب أعداؤه وتقفز الجبال من أمامه تصوني جعل جبهنا
أمين أمين. خذ ابنك وحيدك واذهب إلى. فقلت لجورج بابا تروح على هولندا. طلع في قال بابا هولندا عندنا خدمة. قلت له عندنا خدمة. ما قلت له تروح عين، قلت له عندنا خدمة. فرحت عادة عندنا قرايب في هولندا، قلت أشرب شاي عندهم، إذا الرب فتح كلام نحكي عن الرب، معناته أرسلني لقلب. وأنا وقفت السيارة قدام باب قرايبنا، فأجى واحد يعرفني من بلدنا ويعرفني أنه من مؤسسين الكنيسة في ديريك. ف ديري دي في ألمانيا؟ لا ديريك في سوريا. في سوريا. فبيقول لي أنت رايح معنا على المؤتمر؟ قلت له إيه فورا بدون ما أفكر. مؤتمر إيه؟ ما أعرفش. يعني حاجة غريبة فعلا. ويعني أنا متأكد مشاهدينا يصدقونا، واللي ما يحبش يصدقنا هو حر. أيوة. إحنا بنحكي ده الحاجة ده الروح القدس إنه ممكن يقودنا الحاجة إحنا مش عارفينها فين. قلت له أيوة رايح. أنت تروح على المؤتمر؟ قال أنا تروح. تروح مع بعض معنا. ورحنا فعلا سيارتين. أول ما وصلت كان في خادم خدم معنا قبل فترة ما في نفس مؤتمرات حياة المحبة. طيب معلش رجع لنا منتصر تاني. أنا متأسف صدقني. ألو أهلا بك يا أخ منتصر. أهلا بحضرتك زكريا. أهلا بك تفضل حضرتك. الحقيقة عندي كم نقطة من أجل أن ربنا يفتح لباب جديد. يعني أن أنا كنت شغال في شغل وسبت الشغل، والمكان الثاني اللي انا بشتغل فيه ان انا بجهز فيه شغل، الدنيا واقفه فيه في الشغل، وفي نفس الوقت يعني انا حاطط ان الرب شريك معايا في المجال الجديد اللي انا فيه. يعني بس بس يعني الدنيا واقفه معايا، فمحتاج تصلي ان ربنا يفتح الباب من عنده. امين يا اخويا منتصر. هنصلي لاجلك يمكن مش بالصدفة الترنيمة. أنا انطلع لأن أنا ربي يديني خدمة أن أنا أكون في يوم من الأيام خادمين. أكيد هتشهد. محتاج يعني تفضل يعني ربنا يوهبني نعمة من عنده ويباركني كده. يعني حضرتك يا أخويا منتصر بديت حياة جديدة مع الرب؟ أكيد طبعا. طيب فالترنيمة السابقة وكأن الرب بيجهزها ليك، بيقول لك يفتح وليس من يغلقه، ثق ان الرب يجعل امامك بابا مفتوحا في الشغل. انا امين امين. هو يقدر. انا واثق فيه صدقني، واثق ان هو يفتح باب جديد من عنده. وهنصلي لاجلك. انا حتى الموضوع ده انا كنت بجهز فيه الشغل ده وقت قبل ما ابدا فيه واسافر مصر وكده. انا رحت مع عند حد اخ كده بيصلي، حبيت اعرف ان راي ربنا في الحاجه دي اللي انا اعملها قبل ما. تمام حلو جدا. ما اعمل اي حاجه بس الرب يباركك. ربنا يقدم كل اللي في الخير. وهنصلي لاجلك وثق. والتعبير اللي قلت فيه ده انك شريك الرب، او يعني عايز الرب يكون مشارك ليك، ده كلمه كبيره جدا. بركه عظيمه ان هو هيكون شريك لي، وغالية جدا جدا لدى الرب. وانا فرحان بيك. خليك معايا يا اخ منتصر. تحب تقول له حاجة يا اخ غسان؟ احب اقول لك اخ منتصر انه حقيقة اللي شارك الرب زي رجل الله الاخ يوسف نسيم بيقول كيف عم يوسف نسيم. فلما نمشي معه خطوة، هي يمشي مش خطوتين زي ما أقول نجيب لبيب، يمشي خطوات. فأنا شخصيا مشارك الرب في العمل، وبقالي 20 سنة بشتغل وبخدم الرب كتير وبغيب عن العمل، لكن بيزيد لأنه مكتوب اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه الأمور كلها تزاد لكم. فحقيقة أنا اختبرت هالشي لما حاجة حلوة أنه الرب شريك. عجبتني الفكرة وأنا عجبتني جدا جدا. فالرب رح ينجح طريقك. الرب يبارك. أمين. وهنصلي لأجلك يا منتصر.
يعني بصراحة مكالمات مختلفة التوجهات، لكن كلها تدور حوالين الرب. دينا كمان مكالمة ويمكن تكون آخر مكالمة علشان باقي الوقت نستغله في كلمة الله والترنيم. ألو. أيوة تفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. ألو. أيوة حضرتك على الهواء تفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا بيكي تفضلي. ازيك يا دكتور زكريا؟ الله يخليك يا دكتور. أنا من معجب، أنا من معجبين بتاعت البرنامج بتاعك جدا، اللي هو حياتك في قصة. وأنا حابة بس منك تطلب الطلب، في جعل جنبي هنا تعبني جدا. لا اعيدي اخر عباره ما سمعتك. لا اخر عباره ما سمعتهاش، قولي. في جعل غير مسيحي تعبني جدا. جار تعبك. انا غير مسيحي بيشغل دايما مستمر القران، هو ساكن قريب مني جدا، فانا تعبانه نفسيا من الصوت بالليل، مش بنام جدا. فارجوك يعني طلبه صلاه من حضرتك. احنا نصلي بركة ليه وبركة لكل جيرانك، واحنا نكون سبب، عارفة يعني سبب يعني شهادة ونور لكل الناس. وبأمانة مش كلام يعني، اشهدي بالمسيح واظهري حب، ونصلي لأجلك ان ربنا يباركك ويبارك جارك وجارتك وكل الناس، ويمكن الرب اوجدك علشان تكوني نور في المكان ده. معنا تليفون اخير، أخونا كريم آخر مكالمة وبعدين باقي الوقت نضيف الترنيم. ألو. ألو. أهلا بيك أخ كريم تفضل. ألو. أخت إيريني آسف تفضل. حضرتك يا دكتور، أنا بقالي سنتين مخطوبة. سنتين مخطوبة؟ أه تفضل يا أخت إيريني تفضلي. أنا بقالي سنتين مخطوبة، اسمحلي. أنا بنت الرب، بصلي ليل ونهار، ولغاية النهاردة أنا مسكت لوحدي، أنا يا دوب بدخل الحمام و مكسورة يعني عندك أمشي لوحدي زي بعيد الناس. تمام، عندك كسر في رجلك يعني يا بنت الرب، يا أختي أريني سوري. سامعة قولي هو إني حضرتك لو تحق أنا لو اتحركي انا ما اتحركي بالموبايل شويه علشان بس نسمع. هي رجلها مكسوره ونفسها تتحرك وعلشان تحضر الاجتماعات وتخدم الرب. ممكن تصلي لها يا اخويا الحبيب تفضل. اشكرك يا رب من اجل جراحك على الصليب يا رب، ومن اجل دمك المسفوك يا رب من اجلنا يا رب. جلدتك شوفينا يا رب، انت يا رب، يا رب قلت يا رب من ياتي الي لا اخرجه خارجا. بنتك إيريني يا رب وضعت ثقتها فيك يا رب، يا رب انت شفاء على جسدها وعلى روحها وعلى نفسها. باسم الرب يسوع نطلق بركه على حياتها وقوه وشفاء يا رب. الآن يا رب نعلن شفاء جسدها الآن باسم يسوع يا رب، لأنه فعلا يا رب عندما نثق بجلداتك على الصليب أنها شافية وكافية يا رب لكل يا رب مرض. يا رب نطلق هذا يا رب الشفاء على أختنا إيريني الآن باسم الرب يسوع، تكون صحيحة وشهوة قلبها يا رب أنه تشفى، لكي يا رب يا رب تدخل بيتك يا رب، ويا رب تعلن مجدك في يا رب حياتها باسم الرب يسوع. أصلي لك كل المجد. أمين. فرحت هولندا وفوجئت أنه في مؤتمر، وأنت ما تعرفش أنه في مؤتمر. وبعدين ركبنا العربية رحنا على المؤتمر. أول ما وصلت تفاجأت المفاجأة أنه الخادم ده اللي بعرفه بيقول لي الأخ غسان جبت الأجهزة، جبت جورج جامعة. الأخ يسري مهني، أنت يسري مهني الرب يبارك، وكان يعني خدم عنا.
فتفاجأ لما شافني، فعرفت انه الرب، كانت الدعوة من الرب. ودي كانت بدايات تأسيس أغصان الكرمة، وتقابلت مع الأخ القسيس مارتن، وبعدين تقابلت مع القسيس مارتن قائد أغصان الكرمة. الرب يباركه، يعني رجل الله. من 21 سنة أسسنا الهيئة مع بعض ونخدم مع بعض، والهيئة خدمنا في أوروبا كتير، والرب ما وقفش الخدمة في وقت الكورونا. أرسلنا إلى شمال العراق، بقالنا تقريبا سنتين اتلغت المؤتمرات كلها بسبب. وحكيت لي على خدمة مميزة في شمال العراق بين الأيزيديات. أيوة. طب ما تقولينا ترنيمة الأول وبعدين معلش. أقوياء في المسيح أقوياء. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. آمين. وحتى في كورونا رحت العراق. في الكورونا الرب أرسلنا للعراق. طبعا فتحنا في الهيئة من 2014 باب الرحمة، نجمع تبرعات ونجمع ثياب وأغذية وللعراق، فنروح نوزع على المتضررين من الحرب. حتى وصلنا لكل يعني طبقات المجتمع، والرب أكرمنا أنه تميز العمل في الناجيات من يد داعش، البنات الناجيات سميناهن، لأنه دول اللي اختطفون واغتصبون. ففتحنا بيت في نعلم فيه الخياطة، نعلم فيه الصالون حلاقة، ونقدم دروس في الكتاب المقدس. ومعانا يعني بتعلموا الخياطة وبتعلموا الكتابة.
لا الصالون حلاقه وكوفير وكده. حلاقه وكوفير وفي درس كتاب مقدس دايما دايما يعني دي كشيء تعليم يدوي او حرفه او كده، لكن لابد من الانجيل، لابد من كلمه الله لانه هذا الهدف يعني منا. تمام. وبعدين في معنا برضو ناس تعطي دروس نفسيه لانه دول تعرضوا لأمور فوق تصورات العقل. يعني في أحد البنات يعني ما بريد أذكرها على الهوى تعرضت لشيء صعب، يعني حكته ونحن بكينا وما بننسى الموقف. فكل 4 شهور تتخرج دورة، لما يتخرجوا الدورة لكن يقبلون يعني أيوة. يقبلون الكتاب المقدس أيوة، لما تقدم لما حبت المسيح بصدق والمحبة لما تروح تشاركهم في ألام، تشاركهم في وضعا في ضيقا، والروح القدس يرافق. يعني في أعداد منهم قبلوا المسيح أيوة. مخلص في أيوة. حياته أيوة. أنت شفت حد أيوة كثير، وبس يتخرجوا نهدين مكنة خياطة عشان بقاهن يعني يكسبوا رزقهم. أيوة. أيوة. ويعني لغاية دلوقتي الرب مستخدمنا على أساس إنه نروح في هالأوقات، لكن الرب رتب إنه أجي هالوقت على مصر. اهلا بيك، احنا وانت العيله المصري بيقولوا عليك. أيوة. ومن سوهاج. طيب عايز اقول ان احنا يعني مفروض نبدا اشعياء 6، واحنا اساسا فضلنا دقائق قليله جدا جدا على نهايه الحلقه. وقفنا تليفونات، بتاسف لكل المشاهدين والمشاهدات اللي كانوا على الخطوط من بورسعيد والاقصر، واعتذرنا لهم وانا بعتذر عنهم يا اخويا ساهر سعيد يا مخرج ويا كل كنترول روم. انا يا عم اللي هشيل الحكايه، ماشي، انا اللي معرفتش استقبل المكالمات. ما تزعلوش من حد، لان فعلا بعد الهوا ناس كتير بتقول حاولنا، بس احنا بنحاول نوفق ما بين. تقول ايه في الايه بتاعت انا ارسل في سفر اشعياء؟ ترتيب الرب عظيم. يعني انا لما اقرا الايه اشعياء 5 و اشعياء 6 ارتباطهم مع بعض في حياتي كعمل اختباري. طب وضح، لانه مش كله عارف ايه اشعياء 5 واشعياء 6. اشعياء 5 يحكي ماذا يصنع لكرمي، اللي هي وأنا الترميمه اللي من خلالها قبلت الرب. ايوه، وبعد ما قبلت الرب الرب حول نظري عن العالم عن عزية وقال لي ارفع نظرك لفوق. تمام. انا ارسلك للعالم مش لديريك بس. ومرات كثيره ديريك دي الضيعه بتاعتكم او المدينه بتاعتكم في سوريا. ديريك في محافظه الحسكه اللي كان مسمينا المالكيه. المالكيه، تمام. فلما خرجت لاوروبا، يا رب معقوله جبتني هون كده بس، ولا انت حتنفذ اشعياء 6 فيا؟ يا يعني انت كنت حاسس ورابط ما بين اشعياء 5 اللي انت كانه الجزء ده اللي قبلت الرب من خلاله، لان هو ترنيمه بتاعت ماذا يصنع لكرمي من اشعياء 5، ربطت بين اشعياء 5 واشعياء 6 من ارسل من يذهب من اجلنا. ايوه، فانا وقت طلبت الرب ها انا ذا ارسلني يا رب، وفعلا الرب يستخدمنا بمعجزات وبعمل عظيم، لانه الإرسالية العظمى أول شيء الرب إجا مش ليشفي ولا ليحرر ولا ليشبع الجياع، ولا مع أنه عمل كده، مع أنه عمل، لكن الرب إجا لخلاص النفوس. اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. يدان. وده صدقوني يا أخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن برنامج صفحة جديدة يوم ما تلاقونا حدنا عن الهدف أن نكرز بالإنجيل للخليقة كلها من خلال هذا البرنامج، قولوا اتصلوا بينا قولوا له أنتوا غيرتوا الهدف، احنا كمان هدفنا كده. ده رؤية أغصان الكرمة. أنا رؤيتي كانت ك
كده ورؤية مارتن كانت كده، فالرب جمعنا مع بعض برؤية أحيانا الناس ما بتصدقها لما أحكيها، لكن هي حقيقة صارت معي. وحكيت لك اختبار أنه صليت يا رب شو وظيفتي في هالهيئة، فالرب أعطاني صورة برنابا، أنت برنابا تشجع الساقطين. أنا عايز أسألك سؤال هام جدا بس بعد ما نسمع ترنيمة، لأنه خلاص وقتنا بيخلص. رب على قلبي ترنيمة، عشان الترنيمة دي غالية علي، أوعى تنسى أني معاك. أمين. مهما كانت ظروف، مهما كانت ظروف يا مؤمن، ما تنساش أنه الرب، ما تخافش بوعودي ليك، أنا ما رجعش. عوضاني اللي فات.
يعني أجواء عظيمة. كنت للأسف الوقت بيخلص، بس كنت عايز أسألك سؤال. لما قال ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس شفتين، العلاقة ما بين القداسة والإرسالية في دقيقة بس للأسف، لأنه العلاقة بين القداسة والإرسالية تقدسوا. أيوة. لأني أعمل غدا عظائم معكم. يعني الرب القداسة مرتبطة في الإرسالية. تمام. إذا أنا ما كنتش من جوا القداسة بدم يسوع، لكن القداسة الحقيقية أنت عايش بشركة مع الرب، فلا يمكن أنه تروح تبشر العالم وما يكون لك علاقة قوية وشركة مع الرب عظيمة. فالقداسة مرتبطة في الإرسالية. أنا حسب اختباري. تمام. أخي غسان فاضل دقيقة بالضبط، ممكن تبص الكاميرا دي وتشجع في دقيقة بالضبط، تشجع كل مشاهد تقابل مع المسيح أنه يكرز وأنه يشهد للرب. أنا أقول لك كل مؤمن اختبر قوة الخلاص وقوة دم يسوع وقوة تحرير يسوع، لا يمكن يقدر أنه يسكت عن عمل الله في حياته. لازم تخبر، لأنه مكتوب اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. فأهمية الخلاص مش أنا أخذت الخلاص وأسكت عليه، لكن أذهب للعالم وأخبر في خلاص الرب. شكرا حبيبي أخويا غسان. أحبائي المشاهدين شكرا جزيلا، بشكر بشكل خاص جمعية خلاص النفوس في بني سويف، وعنهم الوالد الغالي عم يوسف نسيم، وطبعا أخونا باسم يوسف اللي دايما هو عنده الرؤية، وكل اللي تعبوا معانا. بشكر العازفين الجمال اللي تكلفوا جم، وبشكرك لأجل الحلقة دي. انتظرونا الأسبوع الجاي الساعة 6 بتوقيت مصر في حلقة جديدة من برنامجك صفحة جديدة.